طبعا هنا احنا في ركن جائزة العلا للتصميم، هذه مشاركات كل المصممين. طبعا كل المصممين شاركوا بتصاميمه، في اللي شارك بملابس، بشوزات وبكرامة، بأواني منزلية، في برضه هنا واحدة شاركت لك بجيمز اللي هي الشطرنج. طبعا الفكرة هي انها كلها تكون لازم مستوحاة من العلا. طبعا تاريخ 27 راح يصير اعلان الفائزين من المركز الاول الى المركز الثالث، 6 مراكز. المركز الاول طبعا هو اللي راح ياخذ جائزه العلا للتصميم اللي هذه مفتوحه سنويه طبعا. اي طبعا مفتوحه سنويه. اي واحد عنده تصميم يقدمه. أيوه لازم يكون مستوحى من العلا. طيب بعدين يتحول لتجاري. ايوه ممكن. يعني شوف انا شوف هذا جميل، شوفي هذه الطريقه الزجاج كيف الفكره. في ناس كثير مشاركة بألعاب، في ناس نوتس، في جوهرات، يعني في عندك هذه التصاميم حقين العلا تبع اللي استوحوها كلهم من العلا.